انا هلكت النهارده يا لولا. بقول لك ايه يا حماده، مش واخد بالك من حاجه؟ حاجه ايه؟ على نوال يعني. هتلر بلها. اسمع بقى، مش عايزك تقول عليها تانية هتلر. نوال بقيت حاجه تانية، واللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. حاجه تانية ازاي يعني؟ انا حاسه كده انها مياله ليك. نوال مياله ليا انا؟ انت بيجيلك تهيؤات دلوقتي ولا ايه يا رولا؟ تهيؤات برضو. نوال دي انا مربياها واقدر افهمها من غير ما تتكلم. شوف يا سيدي، من كام يوم كده انا جايه صحيك بقى بدري حسب المواعيد، قابلتني قالت لي ايه؟ ماما نونة والنبي تسيبيه نام يرتاح شويه. عارفه عايزاه نرتاح ليه؟ عشان تهد بدني طول اليوم. والنبي انت ظالمه. ظالمه؟ ده لا، طول عمري كنت اقول يا ريتها اللي كانت هي من نصيبك، بدل ما كنت رحت خدت دي ولا دي. انما انت بقى اللي ما بيعجبكش العجب. انت عايزانا اتجوز نوال؟ عندها كم سنه دي؟ اصغر منك يا اخويا ب 12 سنه. ولو ده انا صابر عليها بس لغايه ما الاقي فرصه اخدك ونهج من البيت النكد ده. ايه ده؟ ده النون ده اكيد الواد علاء من فرنسا. يخرب عقله، وحشني ابن الايه؟ انا انت فين؟ ايه اخبارك؟ ايه احسن منك انت يا حقير؟ انا خلاص سبت البنزينة. انا دلوقتي مسميني في باريس البريت. امال ايه؟ عارف حمادة دلوقتي افتح الشباك على برج ايه بالعدل. لما اقول لي انت عامل ايه مع نوال؟ يا ابني انا بعد ما عشت مع اختك نوال في البيت بقيت بشجع الحلفاء. الله يا دحياء، بقت شبه هتلر بالملي. ولا ولا مش هتلر كان بيشتغل نقاش؟ اختك بقى غاويه نقاش. ايوه كلنا الاحكام العرفيه مموتانا يا ابني. حد عيد من عيله عز دي؟ اذا كنت انت ولا اختك. اختش يا واد انت عيب بقى. ماما نولا زعلانه عشان بهزقك. خد كلامها. اهلا يا واد، انت يا براوي يا اللي مالكش عزيز. وحياة النعمة، انت الوحيدة اللي وحشاني في العيلة الضربة دي. قولي لي ها عايزة ايه من البنت؟ والله والله لو طلبت برج ايفل لهد واجيبهولك. لا بقى وطاك ايه، ما انت عارفة اولادك، عندك كمان الطيف واحمد الخايب وعلى الفاكهة بتاع العيلة. مليون بوسه هنا وهنا وهنا وهنا. اديني بقى الواد حماده. اسمع يا ابني، انا كنت خدت منك 5000 يورو قبل ما امشي يعني. اديني رقم حسابك في البنك عشان ابقى ده لعبت معاك بقى يا لون. منين ياض الفلوس دي؟ وقعد تتكلم براحتك كده لعبت. لا طبعا. لا يا لا يا اخويا، ملهاش اخوات بنات يا صايع. انا هبعت لك صورتها على الموبايل عشان علاء بيعز ده بيقع عليا. علاء وين برجيه؟ علاء ونمور. طب يا حماده يلا باي باي دلوقتي. يا ابني محظوظة، الواد ده مرزق طول عمره. ايه محظوظ بايه بقى؟ متجوز بنت فرنساوية زي القمر. وتقولي لنا نوال اتفرجي. والنبي اما تلفوا الدنيا ما تلقوا زي المصرية ولا في نظافتها، بنت بلدك
ده انت تلاقي كل ده عيرة وتركيب. حد يسيب القمر الأصلي ويبص لدي؟ القمر الأصلي اللي هي نوال. اه نوال. طب نامي نامي، انا تعبت النهاردة والله. ما انت مد ايدك في حاجة، اصل توضيب الفطار ده مزاج عندي من زمان. عامل لك شوية فول بالشكشوكة هتاكلي صوابعك وراهم. انت رايح جاي من الصبح، سيبني اساعدك، انا مش واخدة على القعدة. لا انت تقعدي وتحط رجل على رجل كمان، وانا اختمك يا ست الستات. اقعدي. بصي بقى، خيار البخلل ده انا اللي مخلله بايديا، اصل انا غاوي خلل من زمان من ايام العزوبيه. تاكلي كده تحسي انك انت بتاكلي موز مخلل مش خيار مخلل. الله، حلو قوي يا شفيق، تسلم ايديك. لا وايه، ملحه مظبوط. بقول لك ايه بقى، سيبك من الخيار دوت، انت تفضلي تاكلي خيار وتسيبي الاكل. يلا كلي. يا نهار ابيض، ده من ساعه ما اتجوزتك ما بعملش حاجه غير ان انا باكل لغايه ما بقيت قد الفيل. فيل ايه يا شيخه وتخني ايه وكلام من ده، انا عايزك تاكلي كده وترفرفي يا اوشه. ربنا يخليك ليا يا شفيق، انت حنين قوي. الله، ربنا بعتك ليا عشان يعوضني الشقه العمر كله. عمر ايه بقى يا عيشه، ده انت لسه ما قفلتيش ل 40 سنه، ولا يعني عشان ابراهيم ابنك بقى طولك خلاص هتعملي بقى فيها ام وشقيانه وكلام من ده؟ ده انت ست ستات يا اوشه. كان في سؤال نفسي اساله لك، وكل ما اجي اساله اقول بلاش يا بت عشان ما يزعلش. انا عمري ما ازعل منك. مدرس ابتدائي قد الدنيا زيك، لما جيت تتجوزني يعني ما سالتش نفسك انا كنت بشتغل ايه؟ كنت بتشتغلي ايه يا عيشه؟ كنت بتاكلي لقمتك بعرق جبينك، بتاكلي عيشك بالحلال، ربيتي ابراهيم ابنك ودخلتيه احسن كليه، ضحيتي بشبابك كنت لسه صغيره عشان تأدي رسالتك، وفعلا اديتيها على اكمل وجه يا عيشه. هلاقي زيك فين انا بقى؟ ربنا يخليك ليا يا شفيق، ربنا يكبر بخاطرك. اه هنقضيها بقى دعاء وكلام من ده. بقول لك ايه، عشان خاطري بقى كل، يلا خدي دي من ايدي. انا خلاص شبعت، كلامك الحلو دوت شبعني خلاص. طب من هنا ورايح بقى مش هتسمعي مني ولا كلمه حلوه، كلي بقى يا عيشه. انت من الصبح عمال تعزم عليا، هو انا ضيفه؟ ايوه يا عيشه انت فعلا ضيفه، بس احلى ضيفه في حياتي كلها. مالك يا عيشه؟ يلا يا حماده، واحنا لسه اشتغلنا، احنا لسه بنقول يا هادي، مش عايزه شغل استعباط، يلا اشتغل بقى. حماده مامي، حيوانك الحماده مش بيتحرك. خير يا دكتور ان شاء الله. مبروك يا استاذ شفيق، المدام حامل. ما حامل؟ عيشة حامل يا دكتور، الله يبارك في حضرتك، ألف ألف مبروك يا دكتور، ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا وش السعد، ألف ألف شكر يا دكتور، كتر ألف خير حضرتك، شكر ألف شكر، كتر خيرك، كتر خيرك، ألف مبروك، الله يبارك في حضرتك، الله يبارك فيك، تفضل، تفضل، عيشة حامل، ألف مبروك يا عيشة، يا أوشة، يا من أوشة، يا مش حاتة. ايوه حسبني شحاته على اسم المرحوم ابويا، يبقى شحاته شفيق شحاته. شيلي الواد من الارض، حط الواد في الارض، ادي الواد لابوه. اسا حمدتك يا شحاته، بقول لك اهو. طب انا افضل جنبك يا حبيبي. في ايه بقى يا عيشه؟ بتعيطي ليه؟ هو احنا فرحانين نعيط، زعلانين نعيط؟ حد يزعل من الخير اللي بعته ربنا؟ انا كنت متاكد ان ربنا هيبعت لي خير كبير قوي، والحمد لله بعته على ايديك هو بقى يا ام الخير. يا ام شحته ما تضحكي بقى. انا مش بعيط من الفرح، مش بعيط من الفرح يا شفيق. امال بتعيطي ليه بقى؟ ده خير ربنا بعته. الحمد لله على كل جيب ربنا، بس انا ناعي هم ابراهيم. ابراهيم لما يعرف هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ما انا قايل له يا ماما نونا ومحذره مليون مره، لكن ده لا بيمشي على الدواء ولا على الرجيم، يبقى لازم يقع.
بس المرة دي يا دكتور والله كل كلمة هتقولها هننفذها بالحرف الواحد. خلاص يبقى ياخد الأنسولين ويمشي على العلاج بالملي، وإلا هنجيب له واحدة ممرضة تقعد معاه. لا يا دكتورة أنا اللي هديله الأدوية وأنا المسؤول عن كده. بصي بقى يا دكتورة نوال، أنت الأمل الوحيد في العيلة دي عشان تنظبط. ماما نونة ولا هو بيسمعوا الكلام، أنا غلبت معاهم. والله يا دكتور أنا دلوقتي ماشي على العلاج بالظبط، والبركة في اسم الله عليها نوال. خلاص يمشي على العلاج كم يوم كده وأنا هبعد أشوفه. تعبينك معانا يا دكتور، بس أنت واحد مننا. أنا ما بيتعبنيش إن أنا أجيلكم، اللي بيتعبني إن أنتم ما تسمعوش كلامي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا دكتور. مع السلامة.